قمنا اليوم كما راكم تشوفوا بحملة تبرع بالدم في وحدة حماية مدنية بقسنطينة، وندعو المتبرعين في ممثل لكن قفين ننظموا في حملات اخرى يجيونا، رانا محتاجين للدم. وهذه حمله تطوعيه تحسيسيه من طرف الحمايه المدنيه، نشكرهم عليها ونشكروا جميع اعوان الحمايه المدنيه اللي ساهموا بكتب في نجاح هذه العمليه. بادرنا بهذا باعاده المديريه العامه بتنظيم هذا التجميع هذاك والتبرع بالدم لفائده المستشفيات في قسنطينه، لما لاحظناه من نقص من صفائح دمويه الموجوده على مستوى المستشفيات.